المكان ده بنجهز له من 6 شهور قبل شهر، قبل شهر رجب. بنبدا شغل من بعد العيد الكبير بشهر او شهرين لغايه ما نجهز للمكان اللي احنا شايفينه ده في اول شهر رجب. اه يعني الحمد لله، بس الحمد لله احنا ما لحقناش تحرك الاسعار، فعندنا نفس اسعار السنه اللي فاتت بالظبط. انا بقول لحضرتك احنا شغالين بقالنا اكتر من 6 شهور، فما لحقناش تحريك الاسعار اللي جه دلوقتي، فشغالين نفس اسعار السنه اللي فاتت بالظبط. حتى في حاجات متكوده من السنه اللي فاتت لسه عليها كود زي ما هو بتاع السنه اللي فاتت. شهر رمضان ليه طبع خاص عند المصريين، لازم اي حد يشتري فانوس، يشتري زينه، يشتري اي حاجه حتى لو هي حاجه رمزيه خالص. الفوانيس مثلا بتبدا من 25 جنيه لحد مثلا الفوانيس الكبيره اللي بتعلق في البلكونات وفي الشوارع لغايه 500 جنيه 600 جنيه.